2 جوه وبره وعامله 75 جنيه. بس الميلتون ده ب 70 جنيه؟ جيب 105 115 طب 125 90 جنيه بس دي هتبقى ب 125 بقت 125 جنيه. شياكه دي ب 125 اسات خاصه ب 120 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. افتتاح جديد لمكتب تاج العرايس وعامل لكم اسعار من نار وبدا معانا العبايات الشتوي من اول 70 جنيه. فيديو النهارده ما تفوتيش منه دقيقه. الاسعار والخامات حلوه جدا جدا. العانة النهارده على شغل كرداسه ميلتون وقطيفه، معانا مقاسات لحد 6 و7 اكس لارج موجوده كمان، شغل الامهاتي وشغل اللوكس والبراندات موجود هناك، معانا العبايات الدفايه اول مره اصورها معاكم، كل حاجه هنشوفها معانا ان شاء الله، اسعار وخامات ومقاسات والعنوان متصور بالتفصيل في اخر الفيديو، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه، لينك التليجرام اول تعليق. بس قبل ما ابدا لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا على بركه الله. ازيكم يا احلى متابعين، احنا النهارده عند تاج العرايس افتتاح جديد، صح يا صبري؟ ربنا يجعله فتحه خير عليك يا رب. العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو، ازاي توصلوا هنا بكل سهوله. المكتب بيتي بيبيع قطايه سعر جمله وموجود لانجري كمان. تمام، هنبدا النهارده عرض الشتوي. هنبدا بايه معانا يا صبري؟ عندنا الجلابيه البولر دي. تمام، بصوا حاجه زي كده، ده طبطين بره وجوه يا صبري. ايوه صح كده. بصوا الشياكه دي، انا عايزه اوريكم عشان في بتبقى بره بس، دي بره وجوه. تمام، ومقاسه حلوه قوي. عامله كام دي؟ 75 كيلو. دي لحد 75 كيلو. عامله كام؟ 75 جنيه. دي ب 75 جنيه. ثبت لنا وشها بس يا صبري، ياخدوا سكرينات عليها. بصوا بولر طبطين جوه وبره وعامله 75 جنيه والوانها كلها متاحه زي ما انتم شايفين كده. دي كل درجات الوانها. تمام، حلو قوي. في ايه معانا تاني؟ في حاجه زي كده اهي. بصوا البوستر بتاعها. تمام، ميلتون ولا ايه يا صبري؟ قليل قوي ما بقى حد يشتغل في الميلتون دلوقتي. 70 جنيه. بكام دي؟ 70 جنيه. الدريس الميلتون ده ب 70 جنيه؟ 70 جنيه. الدريس ده ب 70 جنيه، شتوي يا جماعه ب 70 جنيه. حاجات شياكه، عايز اقول لك تحفه، والخامه كمان حلوه قوي وطابطين جوه وبره. بصوا الجمال ده، هات لنا البوستر كده. بصوا في اللبس كمان اشكاله كلها موجوده يا صبري. حلوه جدا. يبقى الدريس ده شتوي وب 70 جنيه. تسلم ايدك. حلوه قوي. ايه معانا تاني؟ عندنا عبايه قطيفه زي كده. بصوا قطيفه حفر زي كده 105. الشياكه دي انا بشوف الخامه بس الاول، تحفه تحفه. الحفر بتاعها بارز قوي لبره. تمام، حاجه زي كده. مقاس واحد ولا مقاسات؟ دي مقاس واحد. طب تجيلنا انت كده عشان الاضاءه يا صبري. تمام معانا كويس. بصوا اهي حاجه زي كده، قلنا بكام؟ دي ب 105. دي ب 105. قطيفه حفر 105. تمام، تسلم ايدك. واخده كلفه هندي وشكلها حلو جدا. عندنا الكف. الكف الترند بقى يا جماعه، صيف وشتاء. حاجه شياكه كده وحفر معانا كمان زي ما انتم شايفين، حلو قوي قوي قوي. عاجبني الحفر هنا جدا جدا جدا، بارز قوي لبره والكف كله تطريز زي ما انتم شايفين. ودي برده عامله كام؟ دي 120. الساده بتاعتها 115. يعني اللي مش حفر ب 115 واللي هي حفر دي هتبقى ب 120 جنيه. تمام، تسلم ايدك. عندنا حاجه زي كده برده حفر، دي بقى حاجات عرايس. دي شغل عرايس. ايه الجمال ده؟ عامله كام دي برده؟ دي 125. 100. تمام، نمسك الخامه وبعدين نقول لكم على السعر. بصوا انا عايز اقول لكم الحفر هنا بارز قوي قوي، حاجات شياكه. طب ثبت لنا قلنا كام؟ 125. دي هتبقى ب 125. احفظ السعر. احفظوا، خدوا سكرينات على القطعه بالسعر 125. نفس اللي بقوله. تمام، 125. هنا مش هتلاقوا جنيه زياده عن اللي بنقوله في الفيديو. 125. تمام، تسلم ايدك. عندنا دفايه زي كده، عبايه هايدي. عبايه دفايه، دي جديده دي، العبايه الدفايه جديده قوي. عامله كام دي؟ دي ب 90 جنيه. ب 90 جنيه عبايه دفايه قطيفه. حلوه قوي قوي دي، وتتلبس تحت الهدوم كمان تحفه. يعني حاجه شياكه، نفس خامات الدفايه وساده خالص، عشان لو هتلبسها تحت حاجه العبايه الدفايه دي هتبقى ب 90 جنيه بس. 90 جنيه. تسلم بس. ايدك. ودي الاكره يا جماعه بتاخد وضع الجسم، يعني هتبقى تحفه عليكم ان شاء الله. ودي دي الكوري. الكوري الكوري المشجر. الخامات دي تحفه، حلوه قوي قوي. كان طالع منها الساده وطلع منها المنقوش، الخامات دي قطيفه كوري، شكلها شياكه وواخده كمان معانا جبير من فوق زي ما انتم شايفين كده. سعرها الشياكه، المكتب كله شياكه والله يا صبري. عامله كام دي؟ 105. دي هتبقى ب 105، قطيفه كوري 105. تمام، تسلم ايدك. عندنا حاجه زي كده برده. بصوا حاجه زي دي برده، هات لنا البوستر كده نشوفه احنا على ما تفرد لنا. بصوا الشياكه دي، حلو قوي. دي الكوري برده بس الساده يا جماعه، دي القطيفه الكوري واخده من فوق كده كلفه هندي زي ما انتم شايفين، ساده. والكم معانا استك للناس اللي بتعشق استك زينا. بصوا الكم معانا استك، حلو قوي. دي عامله كام برده؟ 120. 120 بس مقاسها زي 4 اكس. دي مقاسات خاص، دي لحد 4 اكس. دي لحد 4 اكس ب 100 وكام؟ 120. ولسه اوريك عبايات ثانيه امهات لغايه 6 اكس. تمام، دي 4 اكس ب 120 جنيه. 120. تسلم ايدك. تمام، ايه الشياكه وشغل كرداسه، وشغل كرداسه والتطريز ده تحفه.
القطيفه رهيبه، وبصوا من تحت واخده معانا تطريز نفس شغل الصيفي في كرداسه، حلو قوي قوي. وتلبيس برضو الاكرا يا جماعه بتاخد وضع جسم، شكلها تحفه، الوانها كلها متاحه كل صح؟ الوانها متاحه حلوه جدا. طب ما تجيب لنا اللون الرصاصي كده يا صبري نشوفه معانا. في السودا على العرض ايه شوفيها؟ بصوا السمراء على العرض، لا عايزين لون كشمير لون فاتح يبان فيه التطريز كده. بصوا الشياكه دي، الشياكه دي برضه هتبقى بكام؟ 125 125. بقيت الالوان في المخزن لسه يا جماعه افتتاح، والالوان موجوده كلها في المخزن. تمام. بصوا معانا برضو دي تحفه قوي، انا عاجبني شغل الكرداسه اللي شغاله على القطيفه، والتطريز حكايه، يعني واخده كلها تطريز من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده، ومن على الكم. الشياكه دي عامله كام برضو؟ 125 125 قطيفه تطريز، تحفه، تسلم ايدك. مقاسات ولا مقاس واحد من ده كله؟ مقاسات الحاجات دي كلها لحد كام اكس كده؟ 3 اكس لحد 3 اكس عشان الحاجات دي عرايس. تمام. و3 اكس امهات وليدي برضو، حاجه زي كده، حاجه زي كده. الشياكه دي برضو حلوه قوي، هنشوفها معانا. دي برضو ليدي، دي قطيفة كوري يا جماعة، واخدة من هنا. بصوا الكلفة الهندي تطريز، مقاسات خاصة. ودي القطيفة الكوري برضو مش الزبدة، دي الكوري، حلوة قوي. عاملة كام المقاسات الخاصة؟ 125. مقاسات خاصة ب 125 جنيه، شياكة جدا والخامة تحفة، تسلم ايدك. 125 برضو الألوان برضو موجودة في الستات. بصوا كل الألوان موجودة عندهم، بس أقول لك دي شياكة، شياكة قوي. ده اللي هو الشغل السيناوي كله من فوق، واخده من هنا، ومعانا شداد كمان تاخد وضع جسم، شغال الشداد معانا مش ديكور، حلو قوي. ودي الزبده عامله كام؟ 125 125 جنيه قطيفه زبده شغل سناوي. عايزين نخلي الزبائن تشتري. تمام. هو عايز بس ايه، ده يعتبر فيديو تعريفي للمكان هنا. تمام. تمام، حلو قوي. تمام. تسلم ايدك. عايز اقول لكم صبري، انا صورت معاه كذا مره قبل كده لو اللي عارف، بس كانت في عماره بزرعه، هو نقل خلاص هنا، اسعار حلوه جدا، مش هتلاقوا بقى لا سماسره ولا حاجه. تمام. تغلى ولا اي حاجه. تمام. الشغل ده عالي قوي قوي، حلوه جدا. دي برضو نفس شغل كرداسه، كله كرداسه. عامل كام ده؟ دي 125. بس مقاس واحد ولا مقاسات؟ برضو مقاس واحد بس لغايه 3 اكس. مقاس ده مقاسه 2 اكس للامانه، ده يلبس زي 2 اكس يا جماعه، اللي شفناه الباقي كله 3 بس. ده تلبيسه زي 2، لو 3 هتبقى ماسكه عليك شويه. فدي 2 اكس قلنا عامله كام؟ 125 جنيه. تمام. شغل عالي قوي، تسلم ايدك. دي اللي تحفه يعني، من قبل ما تتفتح كده شياكه. اللون عايز اقول لكم الفوش مع الكحلي شكله تحفه، واخده زي نظام درس باستك، والشغل من تحت جديده قوي، اول مره اصور انا الحته دي، شكلها حلو جدا. دي عامله كام دي برده؟ 125. الشياكه دي ب 125؟ هيجوا ياخدوها ب 125 يا صبري. باشا كلام ثقه. تمام. الشياكه والتحفه دي يقولوا تبع امومك. الله يخليك يا صبري، حاجه زي كده هتبقى ب 125 جنيه. الشياكه قوي قوي، عجباني جدا دي برده. في شوية حاجات كده قطع بتطلع معاك وما تقدروش تقفوا قدامها، لا لون ولا موديل. دي برضو تحفة، ده شغل سيرما، شغل السيرما برضو بتاع كرداسة كله زي ما انتم شايفين، واخدة شغل من على الكم كده، وأستك معانا، شياكة جدا جدا. 125 برضو. 125. 125 موحد سعر العباد؟ لا مش موحد، هي أسعار بس كرداسة كله موحد. كرداسة كله 125، الشياكة دي شغل سيرما 125. تسلم ايدك. في برضو حاجة زي كده كوري؟ معانا كوري برضو، كوري سوستة وزند. بقى يا جماعة سوستة وزند. تمام. ومقاس مرتاح 3 اكس، مرتاح قوي. تمام. عاملة كام دي برضو؟ 120. مقاسات خاصة 120 جنيه، قطيفة كوري مقاسات خاصة ب 120 جنيه، تسلم ايدك. تمام. حلو قوي. نخش كده بقى على ايه؟ العبايات اللي هي الحاجات العرايس والحاجات العالية، الماتريال العالي برضو موجود هنا، تسلم ايدك. حاجة زي كده برضو. تمام. يعني شغل النص لوكس موجود واللوكس موجود. اللوكس موجود والنص لوكس. عايز اقول لكم ايه الجمال ده؟ يعني احنا بعد العبايه دي مش هنقول حاجه، حاجات تحفه. دي اللي هي البولر، بس البولر الناعم اللي مدي للقطيفه. يعني بولر مدي قطيفه كده، والشغل اللي فيها ده كله بارز لبره زي ما انتم شايفين، حاجه شياكه. عامله كام دي برضو يا صبري؟ 160. طب افرض بس ياخدوا سكرينات، الشياكه دي ب 160 جنيه، تسلم ايدك، بس تستاهلهم، حلو قوي. في حاجه زي كده بقى لامار. لامار. بيقول لكم اسم البراند يا جماعه. تمام. حفر برضو. دي حاجه زي كده اهي، حاجه زي كده لامار. في منها مقاسات دي لحد 3 اكس، دي لحد 3 اكس بتاعتها كبيره. تمام. عامله كام دي؟ 150 جنيه. 150 جنيه لامار. انا عايز اقول لكم الخامه نفسها فيها لمعه، فيها لمعه كده زي لامار لوكس اصلا، حلو قوي قوي لامار، والخامه تحفه. يعني هي قطيفه ومش قطيفه، انا ادام نطقت لامار يعني الحاجات كلها لوكس، حاجات شياكه شياكه. تمام. بجد. قلنا دي ب 100 وكام؟ دي ب 150. 150 جنيه مقاسات لحد 3 اكس. لحد 3 اكس. لحد 3 اكس. تمام. حلو قوي. في حاجه زي كده برضو، عبايه دفايه. عبايه دفايه لامار برضو. لامار جديده قوي العبايات الدفايه دي معانا يا صبري، يعني بصوا جديده قوي،
يعني الناس اللي بتحب تلبس عبايات وتحتها حاجه تدفي مش دفايه عبايه برضو تمشي معاكي. ده معاها ايه الفوتوير؟ ورينا كده الفوتوير بتاعها ولا ده فوتوير تمام. بصوا برضه مقاساتها لحد 3 اكس الامار كله مقاسات. طب افرض لنا ياخدوا سكرينات. عامله كام دي؟ دي عامله 140. بصوا عبايه دفايه معاها اللكلوك بتاعها ب 140 جنيه، عبايه دفايه لوكس ب 140 جنيه. معاها تمام، هي نفس شغل الدفايات على فكره. كلها دفايه بالخامه بكله باللكلوك بتاعها بس عبايه، جديده قوي عبايه الدفايه دي قطعتين ب 140 جنيه. 140 جنيه، تسلم ايدك. جديده قوي والوانها متاحه برضو. كل حاجه موجوده الوان ومقاسات. تمام. حاجه زي كده برضو لامار. لامار برضو شيك قوي، شغل لامار عالي قوي على فكره. حلو جدا دي برضو. دي دفايه برضو بس من غير لكلوك. من غير لكلوك. بس الشيكه قوي، عامله كام دي؟ دي 125. عبايه دفايه ب 125 جنيه، مقاسات ولا مقاس واحد؟ مقاسات. مقاسات، بس عايز اقول لكم تحفه. تحفه. لامار مقاسات. لحد دبل اكس يا جماعه، لحد 2 اكس. جديده قوي، عبايه دفايه ب 125 جنيه، تسلم ايدك، ولونها حلو جدا دي. في حاجه زي كده برضو؟ برضو دفايه؟ دفايه برضو دفايه. تمام. بس شكل تاني. دي قطعتين بس شكل تاني. لامار برضو يا جماعه، كل ده براند لامار. زي ما انتم شايفين كده. معاها برضو الفوتوير بتاعها. بصوا الشياكه جدا. عايز اقول لكم شغل الدفايات الجديد ده تحفه. عبايه دفايه بالفوتوير بتاعها بكام؟ 140 جنيه. 140 جنيه عبايه دفايه بالفوتوير بتاعها، تسلم ايدك. جديده قوي، اول مره اصور معاكم انا الدفايات العبايات دي. باشا كل هنا جديد. كل الجديد هتلاقوه هنا عند تاج العرايس ان شاء الله. جديد وكل حاجه جديده باذن الله، ربنا يجعله فتحه خير عليك يا صبري يا رب. بصوا دي برضو شيك قطيفه دي ولا ايه؟ دي لا دي خمليه. ده عامله زي الفوطه. هي ميلتون مدي القطيفه. يعني ميلتون فوطه. ميلتون فوطه مدي القطيفه، حاجه شيكه قوي قوي. عايز اقول لكم شكلها تحفه. حلوه جدا دي. عامله كام دي؟ 135. الشيكه دي ب 135؟ 135. ميلتون قطيفه ب 135؟ 135. يا بلاش، مقاسات لحد كام؟ 3 اكس. لحد 3 اكس. بصوا لحد 3 اكس ميلتون قطيفه ب 135. 135. تسلم ايدك، مقاسها مرتاح قوي على فكره. مقاساتها كل المقاسات موجوده. تمام. احنا تحت امر الزبون. الله يخليك، كلك ذوق يا صبري والله. الله يخليك يا باشا. ده لون تاني منها. دي لون تاني منها. ماشي، 135 جنيه برضه وميلتون قطيفه. 135. تسلم ايدك. تمام. عندنا حاجه زي كده بقى. دي الحاجات الرياضيه بقى. السبورت يا جماعه. السبورت والشياكه بتاعت السبورت. حلوه قوي، عامله كام دي؟ دي عامله 150 جنيه. 150 جنيه عبايه رياضي، مقاسات ولا مقاس واحد؟ مقاسات. انا عايز اقول لكم تحفه، والخامه رهيبه رهيبه دي، خروج خلاص. مقاسات لحد كام اكس؟ الزبائن بتطلبها مني. لحد كام اكس؟ لحد 3 اكس. دي لحد 3 اكس خروج رياضي ب 100 وكام؟ 150 جنيه. 150 جنيه لحد 3 اكس خروج رياضي يا جماعه، سكرينات بالله عليكم. عشان تريحوهم برضو هم وانتوا ترتاحوا. تمام. دي حاجة زي كده بقى. بص حاجة زي كده 3 اكس، ايه الشياكة دي؟ أنا عارفاها دي. ده بيزك يعتبر بالجاكيت. بص ادي البيزك معانا ومعاه جاكيت. تمام. برضه لحد 3 اكس. شياكة قوي قوي. هات لي دي امسكها. بصوا اهي. افرد لنا اللي معاك. بصوا الشياكة دي عاملة كام القطعتين؟ دي ب 160 جنيه. 160 جنيه تعتبر عباية خروج رياضي. اللي أنا بوريهولك ده خروج. بصوا معانا بيزك كات ومعانا الجاكيت الرياضي بتاعه لحد 3 اكس ب 100 وكام؟ 160 جنيه. 160 جنيه قطعتين، تسلم ايدك، حلوة قوي قوي. والوان الجاكيت اللي بيتغير برضو يا صبري، الجاكيت اللي لونه بيتغير. تمام. دي بقى عبايات خاص. عبايات مقاسات خاص. لحد 6 اكس. 5 اكس. لحد 5 اكس. تمام. في منها برضو لحد 6 اكس. وفي لحد 6 اكس يا جماعه. كل المقاسات موجوده. يعني النهارده معانا عبايات استقبال لحد 6 اكس لارج. المقاس الخاص ده عامل كام؟ على الامهات. تمام، حبايبنا على راسنا كلهم، ربنا يديهم الصحه يا رب. دي عامله 160. دي هتبقى 160. 160 بس دي قطيفه. تمام. عايز اقول لكم الشياكه، هما يجوا يشوفوا الخامه والشغل كمان ده تحفه. الشغل ده كله قطان حرير، شكله حلو قوي. يعني دي مقاسات لحد 6 اكس ب 100 وكام؟ 6 اكس امهات 160 جنيه. 160 جنيه قطيفه لحد 6 اكس لوكسيات يا جماعه زبده. تمام، في اشكال منها كتير. كل حاجه بقى. تمام. في منها الشكل ده؟ في شكل زي كده برضه. بس احنا هنعمل لكم الفيديو ده عبايات، وهنخلي لكم الدفايات والترنجات فيديو تاني ان شاء الله. حاجه زي كده عامله كام؟ دي عامله 175. 175 جنيه 6 اكس امهات قطيفه زبده. يعني خدوا سكرينات على الشياكه دي. عايز اقول لكم الخامه رهيبه رهيبه بجد، حلوه قوي قوي. الخامات الزبده دي بتدفي قوي،
تحفه، تسلم ايدك. في قطيفه بتبقى خفيفه شويه، وانا بصور بقول لكم يا جماعه دي قطيفه بس خفيفه شويه. احنا لازم ولو المقاس ضيق هقول لكم وانا بصور، لا دي ما تلبسش ثلاثه عشان انتوا بتيجوا بناء على الفيديو بتاعنا احنا. حاجه زي كده برضو حفر العنكبوت شياكه، دي كانت نازله برضو في كرداسه، بس معانا العنكبوت هنا القطيفه بتاعتها حفر يا جماعه، حفر زي ما انتم شايفين كده. عامله كام دي برضو؟ تمام، عامله كام؟ 145. مقاسها لحد 3 اكس ب 145 جنيه. تسلم ايدك، شياكه قوي. معانا حاجه زي كده برضو لحد 3 اكس برضو، دي برضو مقاساتها 2 و3، يعني مقاساتها حلوه مرتاحه. دي بقى جديده، واخده استك معانا من الجنب ومن فوق اللي هي برضو مختلفه، واستك من جنب شداك كده شكلها حلو قوي. دي عامله كام برضو يا صبري؟ دي هتبقى ب 140 جنيه. 140. الوانها متاحه 2 و3 اكس. تمام، 140 جنيه. ده الجديد، الجديد على طول، الجديد هتلاقوه هنا ان شاء الله. بصوا ده مقاسه دبل اكس، بس شكلها شيك قوي على الكفر اصلا. ايه الجمال ده؟ انا عايزه اقول لكم دي تبان قوي في اللبس كمان قوي. معانا هنا جبين واخدين كده تطعيم سيناوي زي ما انتم شايفين، ومعاه حزام عشان في مكان للحزام. في حزام معاها ولا لا؟ لا هي مكان عروه بس. تمام، حلو قوي قوي قوي. عامله كام دي برضو يا صبري؟ عامله 170. الشياكه دي ب 170 جنيه. عايزه اقول لكم تحفه وتبان في اللبس اكتر، يعني بصوا هنا في اللبس عامله ازاي؟ حلوه جدا. التليجرام نازل عليه الشغل ده صح؟ اه. لينك التليجرام هسيبه لكم برضو في اول تعليق. تمام. في دي برضو، في حاجه زي كده برضو. تمام، في حاجات هتلاقيني منقص عن التليجرام ب 5 جنيه. تمام، بس دي اسعار للفيديو يا جماعه، دي اسعار الفيديو اللي هيجي ياخد بسعر الفيديو. تمام، شياكه قوي قوي دي برضو، ومقاسه مرتاح. دي ايه؟ 3 و5 اكس. اه، يعني دي 5 اكس بكام؟ 160 جنيه. 5 اكس قطيفه ب 160 جنيه. الشياكه دي بصوا، انا عايز اقول لكم القطيفه تحفه. الشياكه دي 5 اكس ب 160 جنيه. سكرينات يا جماعه قطيفه زبده 5 اكس، مقاسات خاصه 160 جنيه. تمام كده خلصت جوله العبايات النهارده من مكتب تاج العرايس. بدانا الاسعار من اول 75 جنيه، 75 صح؟ 70 جنيه، من 70 جنيه اللي هي الميلتون الدريس. أوه. الميلتون العبايات بادئه معانا من اول 70 جنيه. كل الاسعار هتشوفوها معانا النهارده ان شاء الله في الفيديو. العنوان هينزل لكم صور حالا، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو، لينك التليجرام اول تعليق. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، احنا واقفين فين؟ قدام مول سيبس في شارع الجيش اللي انتوا شايفينه ده، مول سيبس. والشارع اللي جنبه ده على طول اسمه حوار الدسوقي، عشان بس تبقوا عارفين جنبه مول سيبس على طول. نوصل ازاي اصلا هناك؟ احنا واقفين في قلب شارع الجيش، واللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده كوبري الازهر. بصوا ده على اول شارع الجيش، ده كوبري الازهر. توصلوا له ازاي؟ تركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش، وممكن كمان اي ميكروباص من رمسيس تقولوا عايزين ننزل على اول شارع الجيش هينزلكم عند كوبري الازهر. هتفضلوا ماشيين ومكملين ولحد مول سيبس كده من قلب شارع الجيش، وتسالوا كمان مول سيبس مشهور جدا. هنخش على طول الشارع اللي جنبه ده اسمه حوار الدسوقي، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده. وصلكم برده للمكان بكل سهوله، وهديكم علامات واحنا ماشيين. المكان مش بعيد وما يتوهش كمان. على اول الحاره دي كمان هتلاقوا مول سيبس على اليمين، ومحل الطاووس 2000 على الشمال. هندخل كده من الشارع ده، اغلبه اصلا محلات جمله، والمكتب اللي احنا عاملين فيه ده جمله، وهيديكوا قطاعي كمان لكل متابعين القناه. هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده، هنقابل برده حلاوه كيدز ده برده في اول الشارع على الشمال. انا بديكوا علامات عشان تعرفوا ان انتم ماشيين صح. هنكمل برده زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوا بقى محلات شبابي كتير، بس اغلبه زي ما قلت لكم جمله، قليل قوي لو لقيتوا حد بيبيع قطاعي. وده محل سندريلا عملنا منه جوله قبل كده برده. هنكمل زي ما انتم شايفين، وده كنزي، وده سري لاين زي ما انتم شايفين برده. هنكمل بعدها برده، هتلاقوا نمله مول برده اليافطه بتاعتها فوق، وده كمان محل الديك زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات عشان توصلوا على طول. هنكمل ونمشي زي ما انتم شايفين كده. بصوا طول ما احنا ماشيين بقى ان شاء الله هديكم علامات برده زي ما انتم شايفين. بصوا احنا كده عند مول نمله، خلاص يافطه مول نمله فوق زي ما انتم شايفينها، دي يافطه مول نمله. المحل موجود في نمله مول، ده مكتب فرصه برده، صورنا منه كاجوال وعروض حلوه جدا جدا. بوريه لكم برده علامه مميزه. احنا هنخش مدخل العماره اللي بعد فرصه، مكتوب عليه نمله مول زي ما انتم شايفين، ده نمله مول. احنا هندخل ونطلع مع بعض للدور الثاني علوي، هنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين. المول ما شاء الله فيه كميه محلات حلوه جدا، وبيبيع جمله وقطاعي، يعني صورنا منه كاجوال فرصه، صورنا كمان رؤيه اسعاره نازل في الشتوي دمار بجد زي ما انتم شايفين. طلعنا ده اول دور علوي، هنكمل معاكم ونطلع للدور الثاني. الدور الاول ده برده فيه مكتب الشيمي للطرح، بيبيع جمله وقطاعي، مكتب ومصنع. اول ما هنطلع على طول كده هنلاقي مكتب رؤيه على اليمين،
ده اللي عملنا منه جوله قبل كده باسعار حلوه جدا، والمكتب اللي صورنا منه بتاع تاج العرايس هو اللي انتم شايفينه ده، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو، هيعمل لكم عروض حلوه جدا لكل متابعين القناه. بيبيع جمله وقطعي سعر واحد، كل شغل عبايات كرداسه هتلاقوه موجود هناك، شغل الترنجات عنده مقاسات عاديه ومقاسات خاصه، سواء كاشات او ترنجات او عبايات، عنده مقاسات لحد 6 و7 اكس لارج، كل شغل لوكس ونص لوكس. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.